الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكل سنة بنفس الاعتزاز بذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، وهي مناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل. وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة يحمل مشعلها جيل عن جيل، وتؤخذ ثورة التجدد المقدس شلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه عندما قال بعد رجوعه من المنفى: إنا رجعنا من الجهاد الأصغر كخوض الجهاد الأكبر. وهو ما أوفى به رأسه في الكفاح والد الملاعن جلالة الملك حسن الثاني الذي كرس حياته لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة لمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وها نحن نواصل حمل المشعل لاستكمال الرسالة وأداء الأمانة التي نعتز بتحملها في خدمة شعبنا. شعبنا العزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب أمانة التنمية والغاية الأساسية من